ورشة تكوين حول تقنيات الاستهداف والأدوات المنهجية في مجال الزراعة تحتضنها مدينة كيفا بمشاركة السلطات الإدارية والمندوبين الجهويين ومنظمات المجتمع المدني بولايات العصابة والحوض الشرقي والحوض الغربي وتقانت بدعم من مشروع الدعم الجهوي لمبادرة الري في الساحل. يشرفني أن أحضر معكم اليوم هذه الورشة التكوينية المنظمة من طرف مشروع الدعم الجهوي لمبادرة الري في الساحل باريس بالتعاون مع اللجنة المشتركة لمكافحة الجفاف في الساحل سيلس حول موضوع تقنيات الاستهداف والآليات المنهجية. هذه الورشة التي تدخل ضمن الدعم المؤسسي الذي يقدمه المشروع لا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بالشكر للجنة المشتركة لمكافحة الجفاف في الساحل سيلس على مثل هذه الورشات المهمة والتي تدفع قدما بالتنمية المحلية على مستوى هذه الولايات. تهدف الورشة إلى الدفع بمقدرات الزراعة وتطوير مهارات الناشطين في المجال بالولايات الأربع المشاركة. هذه الورشة منظمة من طرف مشروع مبادرة الري في الساحل، والهدف منها التنسيق في الأعمال كاملة على مستوى الولايات الأربع الحوضين والعصابة ولاية تقانت، والتنسيق فيما بين السلطات الإدارية وطواقم المندوبيات وبعض من المجالس الجهوية التنمية. هذا كامل له يعود مثلا متواجد باش يعود التنسيق شامل في نطاق هذا البرنامج. وتدوم الورشة 3 أيام وتسعى إلى تكوين المستهدفين حول الأدوات المنهجية بالإضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل للمزارعين. الشيخ الحميدي، الموريتانية، مدينة كيفا.